بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. نحييكم من تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى، ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الأخيرة لهذا اليوم. هذه النشرة نبدأها من مركز تلفزيون جدة. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود في قصر العقيق مساء اليوم جموعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه حفظه الله. وحضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وقد تناول الجميع طعام العشاء على مائدة خادم الحرمين الشريفين. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور مانويل بن شودي كوستا رئيس جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أخلص التهاني مشفوعة بأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته وبالتقدم لشعب ساو تومي الصديق. عقدت اللجنة المشتركة للإصلاح الإداري والقوى العاملة وسياسة التعليم اجتماعا مساء اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام في مكتب سموه في الطائف. وحضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل. كما حضر الاجتماع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الأستاذ محمد أبا الخيل، ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية وزير التخطيط بالنيابة الأستاذ هشام ناظر، ومعالي وزير المعارف
وزير التعليم العالي بالنيابة الدكتور عبد العزيز الخويطر، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ علي الشاعر، ومعالي وزير الصناعة والكهرباء المهندس عبد العزيز الزامل، ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ محمد العلي الفائز، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية بالنيابة الدكتور محمد الملحم، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد إبراهيم مسعود، ومعالي الرئيس العام لتعليم البنات الشيخ محمد بن عودة، ومحافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الوهاب عطار، ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور عبد الرحمن الشبيلي، ووكيل جامعة الملك سعود الدكتور حمود البدر، وأمناء اللجان الثلاث أمين لجنة الإصلاح الإداري الدكتور محمد الطويل، وأمين لجنة القوى العاملة الدكتور حسين منصور، وأمين لجنة سياسة التعليم الدكتور سعود الجماز. وعقب الاجتماع أدلى أمين لجنة سياسة التعليم بتصريح لوكالة الأنباء السعودية قال فيه: إن الهدف من عقد هذا الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتطوير نظام التعليم في المملكة على اختلاف أنواعه، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو الأول الذي يعقد بمشاركة أعضاء اللجان الثلاث ذات الاهتمام بتطوير العملية التعليمية. وأضاف الدكتور سعود الجماز قائلا: إن اجتماع اللجنة المشتركة سبقه عدة اجتماعات للجان الثلاث كل على حدة، غير أنه رؤي فيما بعد أن تجتمع اللجان الثلاث جميعها لمناقشة تطوير نظام التعليم في المملكة. وقال إنه سيتم في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة رفع التوصيات التي تنتهي إليها إلى المقام السامي للنظر فيها، موضحا أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخرا في الأسبوع القادم إن شاء الله. من جهة أخرى، يقوم بمشيئة الله تعالى سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بعد غد الثلاثاء بزيارة مركز الأبحاث الوطني في الطائف التابع للهيئة، وسيرافق سموه خلال هذه الزيارة أعضاء مجلس إدارة الهيئة. تقرر تشكيل لجنة تأسيسية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير ميغرين ابن عبد العزيز أمير منطقة حائل، تمهيدا لإنشاء شركة مساهمة تعنى بتسويق المنتجات الزراعية المحلية. جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه سمو الأمير ميغرين ابن عبد العزيز في مقر الإمارة أمس. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الدراسة المبدئية التي أعدت من قبل شركة حائل للتنمية الزراعية بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية في حائل، وحضر الاجتماع ممثلون عن الغرفة التجارية والصناعية بحائل وممثلون عن شركة حائل للتنمية الزراعية وعدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية. عقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية اجتماعا اليوم مع معالي عضو المكتب السياسي وزير الخارجية الأثيوبي السيد برهانو باي الذي يزور المملكة حاليا. وقد تم خلال الاجتماع استكمال بحث الموضوعات التي تم بحثها في اجتماع يوم أمس، وحضر الاجتماع من الجانب السعودي المشرف العام على الإدارة الاقتصادية في وزارة الخارجية السفير مأمون كردي، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السفير عيسى النويصر، ومدير الإدارة الإفريقية الأستاذ صالح العنبري، ومدير إدارة التحليل السياسي الدكتور خالد الجندان، والقائم بالأعمال السعودي لدى أثيوبيا الأستاذ أحمد يحيى. كما حضر الاجتماع من الجانب الأثيوبي السيد كولي أوفورك الوزير لدى مجلس الوزراء المسؤول عن العلاقات الاقتصادية الخارجية، ورئيس دائرة إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأثيوبية السفير يلما تاتسي، والسفير الأثيوبي لدى المملكة السيد عبد المنان أحمد، والمسؤول عن الاتصالات التجارية الخارجية في وزارة التجارة الخارجية الأثيوبية السيد ميليو جيتيتيا، ورئيس إدارة التخطيط والبرامج في وزارة الصناعة السيد ناقوسي إبرا، وأعضاء الوفد المرافق. ويذكر أن الوزير الأثيوبي والوفد المرافق له قد وصل إلى المملكة يوم الخميس الماضي.
عقدت لجنة الحج المركزية اجتماعا اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس لجنة الحج المركزية في مقر الإمارة في مكة المكرمة بحضور أعضاء اللجنة. وعقب الاجتماع أوضح سموه أن اجتماع اللجنة يأتي انطلاقا من اهتمامات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله بتوفير كافة الخدمات لحجاج ضيوف الرحمن وتهيئة سبل الراحة لهم. وأشار سموه إلى أن الاجتماع الذي يأتي بناء على متابعة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا استعرض كافة الخدمات التي أعدتها كل جهة حكومية لها علاقة بشؤون الحج والحجاج، حيث أقرت اللجنة عددا من البرامج منها استعدادات جميع الإدارات والأجهزة الحكومية بشؤون الحج والحجاج. عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعا اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس الاتحاد وحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. وقد أوضح سموه عقب الاجتماع بأن مجلس الإدارة تابع استعدادات منتخب المملكة للناشئين المشارك في كأس العالم في كندا والتي ستبدأ في وقت لاحق الليلة. وقد أطلع المجلس على المعلومات التي وردت من البعثة. وأضاف سموه أنه بالنسبة للاجتماع الطارئ الذي دعا له الاتحاد العربي لكرة القدم بناء على طلب الأشقاء في العراق، فإن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يضع جميع إمكانياته من أجل نجاح هذا الاجتماع وتحقيق أهدافه. وأقر مجلس الإدارة الموافقة على تلبية دعوة الاتحاد الأسترالي للمشاركة في دورة كرة القدم التي ستقام بمناسبة الذكرى 200 لأستراليا، وتشارك فيها إلى جانب منتخب المملكة منتخبات كل من أستراليا الأرجنتين والبرازيل، وذلك في شهر يوليو من عام 1988. اجتمع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الأستاذ محمد أبا الخيل اليوم في مكتبه في الطائف مع معالي عضو المكتب السياسي وزير الخارجية الأثيوبي السيد برهانو باي. وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين بحث أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما اجتمع معالي وزير البترول والثروة المعدنية وزير التخطيط بالنيابة الأستاذ هشام ناظر في مكتب معاليه في الطائف اليوم بالوزير الأثيوبي. وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وحضر الاجتماع الوفد المرافق لمعالي الوزير الضيف. عقد معالي وزير الحج والأوقاف الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع اجتماعا اليوم مع مجلس إدارة المؤسسة الأهلية التجريبية لمطوفي حجاج الدول العربية، وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة وبرامج المؤسسة لموسم حج هذا العام. وأوضح معالي وزير الحج والأوقاف خلال الاجتماع أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين تسعى دائما لتوفير أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وبذل أقصى الجهود لراحتهم. كما ناقش معاليه مع المجتمعين برنامج الخدمات التي أعدتها المؤسسة لحجاج الدول العربية، وحثهم على الحرص على بذل كافة الجهود في سبيل العون والخدمة والرعاية للحجاج، إلى جانب قيام المكاتب التابعة للمؤسسة سواء في موانئ الوصول أو في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتذليل كافة العقبات أمام الحجاج لأداء مناسكهم في يسر وسهولة.
تم اليوم في مقر وزارة الأشغال العامة في الجمهورية العربية اليمنية التوقيع على عقد تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع آبار الري الارتوازية 50 التي تمت أعمال حفرها بتمويل من المملكة في إطار مجلس التنسيق السعودي اليمني. وتشمل بنود الاتفاقية إنشاء خزانات للمياه وغرف للضخ والتمديدات الأساسية وتركيب مضخات ل18 بئرا. ووقع العقد مع إحدى الشركات الوطنية اليمنية مدير مكتب المشروعات السعودية في اليمن المهندس محمد أحمد الموسى، وبحضور مدير مشروعات مياه الريف في وزارة الأشغال العامة اليمنية الأستاذ عبد الباري صالح وعدد من المسؤولين في الوزارة. من جهة أخرى، أكد سفير الجمهورية العربية اليمنية في المملكة الأستاذ غالب علي جميل أن الدورة 10 لمجلس التنسيق السعودي اليمني التي اختتمت الأسبوع الماضي في صنعاء تمخضت عنها نتائج إيجابية كانت مصدر ارتياح لجميع المهتمين والمتابعين لتطور العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وأعرب في حديث نشرته صحيفة 26 سبتمبر اليمنية الأسبوعية في عددها الأخير، أعرب عن ارتياحه لما حققه مجلس التنسيق السعودي اليمني خلال الفترة الماضية من مشروعات تنموية مختلفة في اليمن. وأكد أن المملكة والجمهورية العربية اليمنية تتحملان دورا كبيرا من أجل حماية التضامن العربي في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الأمة العربية. ومن جهة أخرى، قالت الصحيفة في افتتاحيتها إن الدورة 10 للمجلس استطاعت أن تضيف إلى مسار العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين بعدا جديدا تتعمق به وتزداد رسوخا ومتانة. وقالت الصحيفة في مقال مطول إنه عبر جهود مجلس التنسيق ونتائجه وقفت المملكة مع الشعب اليمني وهو يندفع بكل العزم والخطى في مسار التنمية الشاملة، حيث كانت الإسهامات المتعددة للمجلس علامة بارزة تتجلى في رحابها معان ودلالات لهذه الوقفة الأخوية النبيلة. اجتمع سمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح اليوم بالسيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وحضر الاجتماع وزير الدولة الكويتي لشؤون الخارجية السيد سعود محمد العصيمي. وقد بحث الجانبان المستجدات التي تشهدها الساحتان العربية والدولية ومسألة عقد مؤتمر دولي لحل قضية الشرق الأوسط، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. اجتمع الملك الحسن الثاني عاهل المغرب مساء أمس في الدار البيضاء بالسيد أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الجزائري. وقد حضر الاجتماع السيد عبد اللطيف الفيلالي وزير الخارجية المغربي، إضافة إلى السيد أحمد رضا قديرة المستشار السياسي للملك الحسن الثاني، فيما حضره من الجانب الجزائري مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الجزائرية. وقد بحث الجانبان سبل دعم العلاقات بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحة العربية، إضافة إلى عدد من القضايا الدولية الهامة. عادت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى قريتي كفرة وياطر جنوب لبنان بعد أن كانت هذه القوات قد أخلت مواقعها هناك خلال المعارك الطويلة التي نشبت مؤخرا بين ما يسمى بجيش جنوب لبنان الذي يدعمه العدو الإسرائيلي وبين قوات القريتين. وكانت القريتان قد تعرضتا لأضرار جسيمة من جراء القصف المتبادل الذي استخدمت فيه مدافع الهاون والقنابل والقذائف الصاروخية، مما اضطر قوات القريتين إلى التمركز في مواقع قوات وحدة نيبال التابعة للأمم المتحدة القريبة من القريتين، وقصف ما يسمى بجيش جنوب لبنان والتعزيزات الإسرائيلية من تلك المواقع. وذكر متحدث من قوات حفظ السلام أنه سيتم تحصين جميع مواقع قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان. أنهى مؤتمر رابطة جنوب آسيا أعماله في العاصمة السنغافورية سنغافورة بعد 3 أيام من المباحثات والمناقشات حول الأوضاع الاقتصادية والتعاون التجاري في تلك الدول. هذا وقد حضر المؤتمر مندوبو 6 دول هي أندونيسيا والفلبين وماليزيا وبروناي
إضافة إلى سنغافورة وتايلاند. وقد ركز المؤتمرون على بحث اتجاه الولايات المتحدة نحو الحماية بالنسبة للمنتجات الأجنبية الداخلة إلى أراضيها، الأمر الذي سوف يلحق الضرر بمنتجات هذه الدول بسبب صعوبة وصولها إلى الأسواق الأمريكية، وخصوصا منتجات الزيوت النباتية في تلك الدول. وقد طالب رئيس المؤتمر وزير التجارة السنغافوري لي لونغ طالب الولايات المتحدة واليابان والسوق الأوروبية المشتركة بالاعتراف بقوة دول هذه الرابطة التجارية والصناعية والعمل على خفض الحواجز الجمركية التي تمنع انتشار منتجات دول جنوب آسيا. تتخذ الإجراءات النهائية الآن في العاصمة الهندية دلهي من أجل الانتخابات التي ستجرى يوم غد الاثنين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الهندية، وسيشترك 4500 شخص في ترشيح إحدى الشخصيات السياسية لهذا المنصب الفخري لمدة 5 سنوات. وذكرت وكالة شبكة التلفزيون المصورة أن منصب الرئيس الهندي الذي يشغله الرئيس زايل سينغ حاليا قد اكتسب بعض الصبغة السياسية بعد الخلافات بين رئيس الوزراء راجيف غاندي ورئيس الجمهورية حول سلطاتهما الدستورية. وقالت الوكالة إن الرئيس الهندي سينغ، وهو ينتمي إلى حزب المؤتمر الهندي الحاكم برئاسة غاندي، قد رفض طلبا للمعارضة بترشيح نفسه من جديد. ويذكر أن 3 مرشحين تقدموا لترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية في الهند، أحدهم نائب الرئيس الحالي راماس وامي، وأحد أعضاء المحكمة الكبرى في الهند كريشنا إير، وأحد المستقلين الهنود من السياسيين ميشيلين كومار. أحدث الفوز الكبير الذي أحرزه حزب العمال الأسترالي بزعامة بوك هوك رئيس الوزراء، أحدث هذا الفوز ردود فعل واسعة النطاق داخل أستراليا وفي معظم الدول الغربية الحليفة لأستراليا. وقد تعهد بوب هوك عقب إعلان فوزه بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاحتفاظ بروابط عسكرية قوية مع الولايات المتحدة وحلفاء بلاده في غرب أوروبا، وقال إن حكومته ستعمل من أجل صالح المؤيدين والمعارضين لسياسته وضمان مستوى اقتصادي واجتماعي أفضل لكافة المواطنين. وقال رئيس وزراء أستراليا الذي يحكم بلاده للمرة الثالثة إنه يمد يده للمعارضة وزعيمها جون هاورد للعمل من أجل وحدة البلاد والتوصل إلى حل حاسم لكافة القضايا. وصل أمس إلى مدينة شانغهاي الصينية المستشار الألماني هيلموت كول، وذلك في زيارة رسمية للصين تستغرق 8 أيام. ومن المقرر أن يجري كول غدا أول مباحثات له مع نظيره الصيني تشاو تشانغ، الذي يشغل أيضا منصب سكرتير عام للحزب الشيوعي الصيني بالنيابة. كما سيجري أيضا مباحثات مع الرئيس الصيني لي كيشان يان. كذلك يتوقع أن يوقع الجانبان عددا من الاتفاقيات الفنية والاقتصادية والعلمية بين الدولتين. ويذكر أن الصين تسعى إلى التوسع في علاقاتها الخارجية مع عدد من الدول بعد إعلان سياسة الانفتاح على العالم الحر. اختتمت اليوم في داكار عاصمة السنغال المحادثات بين وفد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي المناهض لسياسة التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا ووفد رجال الأعمال البيض الذي يضم عددا من أساتذة الجامعات. وقد أصدر الوفدان في ختام الاجتماعات بيانا طالبوا فيه حكومة بيك بوت العنصرية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والتفاوض مع ممثلي الأغلبية الأفريقية للتوصل إلى حل ينهي سياسة التفرقة العنصرية في البلاد. وقد أعرب فان سالبرت رئيس وفد رجال الأعمال عن أمله في أن يشترك عدد أكبر من المثقفين البيض الذين يعارضون استمرار السياسة العنصرية في أي مفاوضات قادمة. وقال إن معارضة حكومة بيك بوتا لإجراء مثل هذا الحوار لن يثني مناهضي التفرقة العنصرية عن المضي قدما في العمل من أجل تهيئة ظروف أنسب لحوار بناء بين أبناء جنوب أفريقيا. The
يدرس الاختصاصيون في سلاح البحرية الأمريكية إمكانية استعمال مناطيد صغيرة تعمل بغاز الهيليوم كسفن فضاء وطائرات مراقبة. وقال متحدث باسم البحرية إن الخطة تقضي بشراء 50 منطادا من إحدى الشركات الأمريكية ب3 مليارات دولار. وقال المتحدث إن الحكومة البريطانية ستكون شريكا في تصنيع هذه المناطيد. وقد أرسيت بالفعل مناقصة تصنيع نموذج أولي أكبر ب10 مرات من أي طائرة موجودة حاليا. وقال المختصون في القوات الجوية إن الرادار الذي سيركب على هذه السفن سوف يكون أبعد مجالا من الرادارات التي تحملها طائرات الأيواكس الحالية، ويتميز بقدرة البقاء فترة أطول في العمل، كما أن هذه المناطيد سوف لن تتأثر ولن يخترقها الرصاص. هذا وقد شكك عدد من رجال الكونغرس في استحقاق هذه المناطيد للأموال التي سوف تصرف عليها. Airship Industries already uses a dozen 194-foot-long blimps like this as flying billboards. من أخبار الرياضة، في ولاية كولورادو الأمريكية فاز سائق السيارات الألماني والتر روهل بالمركز الأول في سباق الولاية السنوي 65، وقطع مسافة السباق الذي أقيم على منحدرات جبل كولورادو في 10 دقائق و45 ثانية. Thank you.